زي ما مدرسة أخبار اليوم بتتميز بالعراقة والريادة في الصحافة الورقية، أيضا لها حضور رقمي بيتميز بالعراقة والريادة. بيسعدني أنه أنا ألتقي النهاردة بالأستاذ مصطفى عبده، رئيس تحرير البوابة الإلكترونية في أخبار اليوم. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. كلمني بقى عن النيوز روم دي، غرفة أخبار للبوابة، بتعملوا فيها إيه؟ إحنا حضرتك هنا بنتكلم على الورك فلو اللي بيبدأ من صناعة المحتوى من أول الخبر لحد ما أوصل لمحتوى تفاعلي بإنتاج محتوى من المالتي ميديا ومنه للسوشيال ميديا. لما بنقول مالتي ميديا معناها متعدد الوسائط، يعني بالصوت وبالصورة وبالكلمة. مظبوط جدا. بنتكلم احنا دلوقتي بنتكلم على نيو ميديا، بنحاول ان احنا نطوع أدوات النيو ميديا في ان احنا نصل لأكبر عدد من الجمهور، واحنا هنا بنتكلم على جمهور سوشيال ميديا الأكثرية بتبقى من الشباب. بنتكلم على فئة من 15 ل 34 سنة ليهم اهتمامات كبيرة، احنا بنحاول ان احنا نلبي اهتماماتهم بداية من محتوى خبري لمحتوى تفاعلي لقصص خبرية لفيديوز لمحتوى تفاعلي على السوشيال ميديا. يعني أنا في منتهى السعادة يا أستاذ مصطفى أنه أنا بسمع منك هذا الكلام، لأنه كلام علمي ومبني على حقائق وفهم واعي لطبيعة العالم الرقمي وإزاي ممكن نواكبه ونتميز فيه. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا، ألف شكر، إلى اللقاء، مع السلامة.